هاي كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم ابو حميد واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم معي ضيف كتير مميز رح ينضم معي بحلقة اليوم وهو نوار. كيفك يا نوار؟ لك اهلين بنوار. هلا والله، شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام؟ كله تمام؟ طبعا اليوم يا شباب شو فكرة المقطع؟ اليوم انا بدي اكل على ذوق نوار، شو بدي اكل؟ شو بده يجيب؟ انا ما لي علاقة. هلا بده يمسك موبايله ويدق، حتى ما بعرف منين بده يجيب، بده يجيب اكل وانا بدي اكل، ان شاء الله يجيب شو ما جاب. هو يا عزو انا جهز. ما انا لا مهم، جهز الفلوس صديق، جهز الفلوس. الله يستر يا شباب، اليوم شكلنا بدنا نحط كل شيء معنا. شو جاهز؟ بلش يدق فورا، عرفتوا كيف؟ فورا سريع. طيب يا شباب، هلا رح ننطر نوار رح يطلب الاكلات وبس يجوا بنرجع لكم. هلا اجى الوقت يا شباب لحتى نشوف شو مفاجأنا نوار وشو جايب لنا اكل. مثل ما شايفين قدامكم هون جايب لنا مثل كانه وجبه او سندويشه او ما بعرف، هلا بنكتشفها مع بعض. وبنفس الوقت كمان بالكيس جايب لنا هيدي السندويشة، انا حاسسني قلبي انه بتشبه الشاورما، فهلا خلونا نكتشف مع بعض. اول شي خلونا نبلش بالوجبة، بنبلش بالخفيف وشوي شوي بنزيد على التقيل، عرفتوا كيف؟ فبسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نبلش بالبداية باول وحدة. طبعا هي مسكرة ما مبين شو هي، بس على الاغلب يعني هلا بنكتشف مع بعض. اوه شاورما، بس والله رهيبة يا شباب. ها رهيبة، فظيعة يا شباب، فظيعة فظيعة فظيعة. خلونا نحطها على جنب لأني أنا بصراحة متحمس اكتشف شو هذه الوجبة الثانية. فبالبداية طلعت هذه شاورما، هلأ رح نعرف سوا مع بعض من وين جايبوا النوار وشو اسعارهم وهالامور هيدي كلها، لانه هو اخذ مصاري مني قال لي انا بحاسب، انت ما لك علاقه، ما لازم تعرف اصلا قديش سعرهم. فالله يستر يا شباب. خلونا نشوف الثانيه. اوه والله مرتبه كثير مثل ما شايفين يا شباب، يعني المنظر لحاله يعني خرج صوره، عرفتوا كيف؟ فهلا هي انا يمكن اكلها من قبل، اسمها يمكن سوبر كرانشي او سوبر كرانش او هيك شيء. فخلونا هلا نجربها مع بعض لحتى نعرف طعمها ونشوف. هلا هي منظرها لحاله بشهي، عرفتوا كيف؟ فخلونا هلا نجرب مع بعض السوبر كرانش. ما معنا ما حرمي يعني، معلش هذا عادي يضل بالتصوير، عرفتوا شو عادي تجي محارم. والله يا شباب بدون مبالغة رهيبة يا شباب، رهيبة رهيبة. أنا فعلا يمكن هي أول مرة بدوق سوبر كرانش بس هيك رائعة. المشكلة من وين جايبهم؟ عن جد ذوقه رهيب. شكرا كثير لك حبيبي نوار. راح نجرب البطاطا كمان من عندهم مع الكريمتو. الكريمتو نص على نص، والبطاطا دائما عندي نفس المشكله من اي مطعم إن كان، انه ما يعني ما بلاقيها مثل البطاطا اللي انا بحبها. البطاطا هي اللي بتكون عم تنقرش. هلا غالبا شباب المشكله بتكون من التغليف، بس تكون مغلفة وجاي لعندك توصيل إجباري ممكن بدها تاخد رطوبة أو حماوة أو هذا البخار اللي بيكون طالع منها، فبتلين بتصير لينة. بس مجمل بالإجمال رهيبة رهيبة رهيبة، وخاصة السوبر كرانش رائعة جدا جدا. أوه أوه أنا نسيت الشاورما. نسيت الشاورما، بلشت بالكرانش. طيب يا شباب هلا اجى الوقت لحتى نكتشف مع بعض من وين جايبهم صديقنا نوار وشو اسعارهم، بنفس الوقت لحتى نعطي التقييم النهائي على هدول الاشياء اللي جاب لنا اياها نوار. نوار كيفك يا نوار؟ هلا حبيبي. طيب اول شيء هي مزبوط سوبر كرانش اللي جايبينه؟ سوبر كرانش. سوبر كرانش والله يا اخي انا زك، شو بدنا بالحكي؟ انا بعرف طعم التمي يا اخي، شو بدنا بالحكي؟ طيب قد ايه سوبر الكرانش؟ طيب قد ايه دفعتني؟ قديش حطيت؟ شو بتتوقع انت؟ هلا والله ليك للصراحه على هيدي الوجبه بتوقع سعرها مثلا 40,000.
40,000 بظن ما نو غالي ولا نو رخيص يعني مقبول لأنه فعلا كتير طيبة يعني بصراحة. السوبر كرانش 36. 36 بس؟ نعم. فظيعة شباب والله فظيعة. ومن وين؟ طيب من وين جبناهم؟ من عند خبزة. من عند خبزة والله هذا جارنا اللي هون تعرف ما توقعت لأني ولا مرة دايقة من عنده. والشاورما من عند خبزة. طيب الشاورما قد ايه حسبوا لك الشاورما؟ هي عادية وسط كبيرة شو هي؟ عادية. عادية شو بتتوقع سعر؟ هلا الشاورما بدي اقول اذا العادية لازم تكون سعرها 20,000 مثلا. الشاورما سعرها 23. هلا سعرها مقبول بصراحة بس غالية شوي يعني قول ما بيناتنا 3,000 بس والله بيستاهل عن جد بيستاهل. بنصحكم كلكم تجربوه يا شباب وكتير حلو وكتير. تقييم الأكل الكرانش بعطيها 9/10 والشاورما كمان بعطيها 8/10 لأنهم بيستاهلوا وكتير كتير طيبين. طبعا البطاطا مثل العادة بعطيها 5/10 أي محل لهلأ ما دقت بطاطا وعطيتها أكتر من 5/10. إيش هالأكلات الرهيبين يا نوار؟ والله والله فاجأتنا. فبس لهون يا شباب نكون وصلنا معكم لنهاية المقطع. إن شاء الله يكون المقطع نال لإعجابكم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه. إذا عجبكم المقطع وحبيتوا هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لنا بالتعليقات لحتى نعمل لكم جزء جديد. وإن شاء الله بنشوفوا لنوار معنا في فيديوهات جاية. بنشوفكم على خير وما تنسونا بالسبسكرايب واللايك والاشتراك بالقناة. هي نفس السبسكرايب لعما اشتركوا. مع السلامة. باي باي. نو God please no no No! اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. شو موضوع الفيديو يا ابو احمد؟ ليش شو دخل موضوع الفيديو؟ اول شيء لازم اعرف عليك. كيفك يا نوار؟ تمام ليش طبعا اليوم حلوه حلوه عفويه. سلامي باي باي. اخذ قصه؟ لا خليها.